بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الموضوع ديال اليوم إخواني أخواتي متتبعين قناتي، هو اللي بغيت نشارك معكم، هو الفلوريزون ديال البيتوسبوروم. كما كتعرفوا هاد البيتوسبوروم كدير هاد الزهرة مرة واحدة في العام، وعندها واحد الرائحة بحال ريحة الياسمين، وأصلا هي كتشبه الزهرة اللي كيدير الياسمين أو لي زاغروم بصفة عامة، عندها واحد الرائحة عطرة. شاركت معكم هاد لابلونت هادي كيفاش تتكون في الاستعمال ديالها. كنقدروا نديروها هكا كمجموعه مع نباتات اخرى، اولا كتقدر ديرها انفيديوال بوحدها في واحد الاسس، اولا في هكا جاردينير بحال هذه المنظر اللي امامنا. كتبغي هي تكون بما انها تزهر فهي تحتاج واحد الاشعه تاع الشمس مباشره، وهنا كما كتشوفوا كتشبه لكم الازهار ديالها بحال الشغل ديال الياسمين اولا السيتروني. شوفوا ما شاء الله، وحنا هنا ها هي هنا كتفتح، ها هي هنا متفتحه، هي راه كدير زهره مره واحده في العام، هي جميله جدا. وكما سبقنا قلنا في هذا على البيتوسبوروم انها كنقدروا نشكلوا بها المنظر اللي بغينا احنا، يعني نقدروا نديروها شكل هكا بيضاوي يعني كروي، اولا نرافقوها مع مجموعه نباتات اخرى، ولا نديروها هكا في واحد الماسيف مع الداخل ديال الجرده. انا غنوريكم واحد الغرسات نيت من هاد البيتوسبوروم. هانتوما شوفوا اخواني، هنايا درناها هنا في كماسيف في هذا الحوض، هذا رافقنا هنا واحد اليوكات هنا، وهي هنا درناها لتحت. يا تخيلوا دابا هذه ملي تزهر تكون عندها كلها في القمم ديال النبته زهور بيضاء تشبه زهره الياسمين، وعندها واحد الرائحه جميله جدا، يعني منظر جميل. وهاد لابلونت هادي راها محبوبة عند الناس وكتصبر، يعني كتجي في جميع النوع ديال الأتربة كاملة كتجي فيها، وكنشوفوها في الطرقات في الممرات ديال الطرق كنشوفو بزاف الناس كيديروها، لحقاش كما قلنا كتقاوم هاد الشتاء التلوث ديال الجو، هي كتقاوم وكتصبر، يعني نبتة جميلة جدا. وحتى هاد الوراق كما قلنا هاد الخشينين، شوف تبارك الله، وعندها واحد الملمس ناعم وواحد البريونس كما كتشوفوا في الوراق ديالها، انتما اللون زجاجي تقريبا الوراق ديالها، علاش قبيلة كونفونديتها مع الكوبروزما، راه حتى هي تقريبا عندهم نفس الوراق، عندهم اللون سميتهم السميك الورق ديالها. هذه كما قلنا راها البيتوسبورو، هذه لاغب ديال لو حب الملوك لسيريزي، هذه لا فلوريزون ديالها. ان شاء الله نتمنوا هذا العام تعطينا شي حاجه، راه كيسوس حتى هو، وسبحان الله كيسبق الازهار على الورق. هذه كتجربه درناها هنا، وهذا سبق شاركت معكم هذا الحوض هذا ديال الزهور، وكنغتنم الفرصه وكنهدي هذا الزهور لجميع المتتبعين ديال قناه مامي فيردا.
هذه الزهره ديال العطرشه، هذا النبات العطري اللي قلنا كنسمو به الشاي. زوينه هذه النبته وكتصلح عده استعمالات. شوفوا الزهور كثير، النحل سبحان الله. ما شاء الله واحد الريحة عطرة. سبحان الله الفصل الربيع كل شيء النباتات كتقوم من السبات ديالها وكتعطينا هاد الحلة ديال الزهور. وكنغتنم الفرصة مرة أخرى وكنقول للناس خصكم تستافدوا من الطبيعة وتخرجوا وليداتكم باش يستافدوا من الهواء الطلق ومن هاد النباتات اللي ربي سبحانه وتعالى نعم علينا بها. لحقاش هاد النباتات كتعطي الانسان واحد الطاقه ايجابيه وكتخرجوا من الاسمنت. لحقاش كنشوفوا الحيوطه غزاو البلاد كلشي ولا البني قليل. فاش تشوف شي طبيعه فوق وشي واحد كيهتم بالطبيعه قليل، كتشوف الناس سبحان الله ما كيعرفوش الفائده ديال هاد النباتات. ولكن النباتات راه عندها فوائد كثيره على كتعكسها على الصحه ديالنا. وانا من هذا المنبر كنقول لكم اهتموا بالنباتات وعلموا وليداتكم يغرسوا ويزرعوا، من جد وجد ومن زرع حصد. شوفوا تبارك الله سبحان الله. وسبحان الله راه ثبت علميا ان العين خاصها على الاقل واحد 4 سوايع تكون امام هكا الخضره. تشوف الخضره واحد 4 سوايع كتريح العين. هذه هنا واحد الكازانيا غنشاركها معكم، وما شاء الله اللون ديالها كي داير. هاد الكازانيا راه في الصباح قبل ما كتخرج اشعه الشمس كتكون مسدوده بحلوك، وسبحان الله ملي كتخرج اشعه الشمس كتفتح. شوفوا ما شاء الله على اللون الاصفر كيفاش عندها سبحان الله. الكريزانتيم، شوفوا الكريزانتيم هاد البابونج شفته هو في الازهار ديالو. هاد البوغانفيلي جناح او الجهنميه القزميه، هذا اللي كنتو باقيين كتذكروا هاد الميغ دو كلوتور اللي دايرين حنايا من لي بيسكوس. شوفوا حيت هنا هاد البلاصه مواجهه لاشعه الشمس، تخيلوا شوفوا المنظر كيفاش داير مني هاد لي كلوش الحمرين خارجين. يعني هاد الزهره ديال لي بيسكوس شحال جايه زوينه. كيبان لكم هاد لو ميغ هاد الحائط هذا مكسي باللون الاخضر ومملوء بهاد الزهور الحمراء. شوفوا تبارك الله ما شاء الله. اللائحة لا زالت طويلة، نكتفيو بهذا القدر باش ما يكونش الشريط ديالنا ممل.
اللي اول مره كيشوف هذا الشريط ما يبخلش علينا باللايك والاشتراك فضلا وليس امرا. انتم المتتبعين ديال القناه كنشد على يديكم واحد واحد، كنقول لكم شكرا جزيلا على تواصلكم الدائم، شكرا جزيلا على تعليقاتكم المحفزه وعلى دعمكم المتواصل، والصلاة والسلام على رسول الله.